عادة ما يتم تحويل أكشاك الهاتف القديمة في بريطانيا إلى قطع فنية مختلفة، لكن هنا وفي هذه القرية الصغيرة ولأول مرة يتم تحويل هذا الكشك القديم إلى مكتبة عامة، وأصبح بإمكان سكان القرية الآن استخدام مكتبتهم الجديدة. تعد هذه المكتبة من أصغر المكتبات في بريطانيا، التي تقدم خدمة إعارة الكتب والدي في دي وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة. تضم هذه المكتبة 100 كتاب، وهي تعمل على مدار ساعة، وكل ما يحتاجه السكان هنا ببساطة هو استبدال كتاب بآخر بعد قراءته. صاحبة هذه الفكرة سيدة في 70 من العمر. I thought about it because our telephone box was going to be removed if we didn't buy it for a pound from BT after it was decommissioned, and it would have been sad for this box to be taken away from this little village spot. It's so pretty here, and it's a well looked after commodity, so we decided we wanted to keep it. الكشك تحول من مجرد قطعة لا أهمية لها مركونة في الشارع إلى مركز لخدمة المجتمع بفضل البلدية المحلية. Parish councils, we were offered the opportunity to purchase the kiosk for £1, and BT would remove all of the telephone equipment and leave us with the empty box, and it was then our decision as to what to do to it. تباينت مشاعر سكان القرية بين الفرح والفخر بمكتبتهم الصغيرة ذات الفائدة الكبيرة. I think it's wonderful. You know, if I can't sleep at night, I could even come out and get a book in the middle of the night. It's also great because there's so many different types of books in there. الرغبة الدفينة للبريطانيين بالاحتفاظ بكل ما هو عتيق وقديم كانت السبب وراء تحويل هذا الكشك إلى مكتبة صغيرة. جدي عثمان لبرنامج صباح الخير يا عرب من قرية ويسبريساب ماندبت.